مشاهدينا، علقت ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات عملياتها في شمال اليمن بعد أسابيع من مساندتها لقوات الحكومة في المعركة التي خاضتها للاستيلاء على إقليم شبوة من الحوثيين، وبعدما أحرزته من تقدم في المناطق التي يهيمن عليها المتمردون في مأرب شمالا، وتوقف التقدم تماما منذ 11 من يناير بعد أن أعلن الناطق باسم التحالف الذي تقوده السعودية التركي المالكي عن تحرير 3 نواح في شبوة. ونقل موقع ميدل إيست آي البريطاني عن مقاتل من ألوية العمالقة في شبوة قوله بأن قواته أوقفت عملياتها في مأرب بعد الوصول إلى مناطق مأهولة بالسكان لأنهم لم يرغبوا في استهداف تلك المناطق. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من أمستردام دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي. أرحب بك دكتور عبد الباقي. برأيك لماذا قامت قوات العمالقة بتجميد العمليات في شمال اليمن بعد تحقيقها تقدما كبيرا في تلك المناطق؟ لا، ليس هنالك تحول في الاستراتيجية. كل ما هنالك من أمر أنها كانت هناك قوات موالية للإمارات ومدعومة ومولة منها، وهي لا تتبع القائد العام للقوات المسلحة بل تابعة، تعتبر كجناح عسكري للمجلس الانتقالي الذي تم إحلاله بديلا عن السلطة الشرعية، وبالتالي كانت متواجدة في الجغرافية الشمالية. تم سحبها إلى المناطق الجنوبية بعد أن تم إخراجها منها بهدف بسط كامل الجغرافيا بقوات موالية للإمارات والمجلس الانتقالي تحت مبرر تحرير المناطق التي يحتلها الحوثيين، لأن هناك مرحلة سبقت ذلك إعادة التموضع، وكان هناك ردة فعل قصوى لأنه فهم من ذلك كان الأمر مكشوف، فقاموا باستعادة بعض الجغرافيا في المناطق الشمالية ثم أعلنوا عن تحرير المناطق التي احتل الحوثيين في المناطق الجنوبية، وكان هذا مبرر للانتشار في المنطقة. وكنا قد تحدثنا في أكثر من قناة بأنه هذه القوات لن تتجاوز الحدود الشطرية وإنما قد تتجاوز بعض باتجاه المناطق الشمالية فقط لتأمين المناطق الجنوبية، وكان وقد توفر هذا المبرر. وبالتالي هذا ليس مفاجئ بالتوقف، لأن الاستراتيجية كانت واضحة، ما زالت السياسات والإجراءات الإماراتية في اليمن والمناطق الجنوبية مستمرة بنفس الاستراتيجية: إنهاء السلطة الشرعية، إحلال سلطة بديلة، إيجاد ميليشيات عسكرية للمجلس وللإمارات موالية، إضعاف موارد الدولة، نفس هذه الإجراءات مستمرة، وبالتالي ليس هناك تحويل. ولا يوجد حتى يبدو لي من هناك من تحدث واعتقد أن هناك تحول في السياسة الإماراتية من عندما الحوثيين قصفوا الإمارات. لا، بالعكس، هناك تخادم. المشروع الإماراتي ساهم في تعزيز قوة الحوثيين لأنه أضعف السلطة الشرعية، وهذا الإضعاف للسلطة الشرعية وإضعاف وأيضا عدم إحلال عدن كعاصمة بديلة مؤقتة لاستعادة صنعاء، عبارة أنه حاول طرد السلطة الشرعية وطرد كل ما هو يمني وشمالي باتجاه المناطق الشمالية، هذا مكن الحوثيين وساعدهم في فرض سيطرتهم، وبالتالي فقط كان قصف الإمارات هو في إطار الصراع الاستراتيجي الإقليمي الكبير، وفي إطار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والمنطقة، ولا علاقة له بتحول الاستراتيجية. طيب، دعنا نشرك معنا السيد عادل الحسني القيادي في المقاومة اليمنية وينضم إلي عبر سكايب. أرحب بك سيد عادل. أحد مقاتلي العمالقة قال بأنه أوقفوا القتال حفاظا على حياة المدنيين. برأيك أنت، ما هي أسباب توقف قوات العمالقة في معركتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى ضيفك وعلى السادة المتابعين لقناة الحوار. المعارك في شبوة وفي مأرب أخذت زخم في الأسابيع الماضية في تحرير مدينة
ريحان العليا وفي مدينة عسيلان النفطية، ثم تباطأت وتأخرت في مدينة عين وفي مدينة حريب. واليوم هذا تم استكمال دخول قوات العمالقة السلفية إلى عمق المنطقة عين وفي أماكن في حريب. لكن أنا سبق وتكلمت قبل ذلك كلها أن هذه القوة التي جاءت من الساحل الغربي أوكلت إليها مهمة تأمين محافظة شوة التي يعني خسرتها الإمارات في عام 2019 واستعادتها بقرار من الرئاسة ومن الشرعية، يعني وازاحت الحكم السابق واستبدلتها بجماعات. لا أستطيع أن أقول لك أنها انفصالية لأن المحافظ مؤتمري والعمالقة السلفية أيضا ليسوا انفصاليين، لكنهم من تيار آخر ومن شركة أخرى كلها تابعة للإمارات. يعني الإمارات لم تضع بيضها في سلة واحدة، لديها قوة تتمثل في المجلس الانتقالي، لديها قوة تتمثل في العمالقة السلفية، لديها جناح في المؤتمر الشعبي العام. طيب دكتور عبد الباقي، يعني أنت أشرت إلى أنه هناك تخادم بين الإمارات وبين الحوثي، وما جرى هو يعني إعادة انتشار إذا صح التعبير وسيطرة إماراتية على المزيد من الأراضي، ولكن كيف نفهم الهجوم الحوثي على الإمارات مؤخرا وبعدها صدر قرار وقف العمليات؟ لا، أولا دعني أوضح أن التخادم لا يأتي، قد يكون بشكل مباشر أو غير مباشر. التخادم أن أحيانا تلتقي مصالح طرفين في لتحقيق هدف مشترك، الهدف هذا يحقق المصالح المشتركة، بمعنى أن إضعاف السلطة الشرعية وإبقائها في الخارج يخدم الطرفين، بمعنى أن الحوثيين لا يمكن لهم إذا ما وجدت سلطة شرعية في عدن وتدير الشأن العام أن يستمروا في حكم اليمن أو حتى يتمكنوا من بسط نفوذهم، وكذلك المجلس الانتقالي والإمارات لا يمكن لها أن تقوم بإحلال سلطة بديلة وإحلال مواليين إذا لم يوجد الحوثي قويا في المناطق الشمالية. هنا خدم الطرفين التقوا حول هدف مشترك، إضعاف السلطة الشرعية حد الاختفاء. بالنسبة لقصف الإمارات كما قلت لك لم يتوقف بعد قصف الإمارات، كان هنالك استهداف للحوثيين وكانت هناك مفاوضات. إيران أوصلت رسالة لدول الإقليم والولايات المتحدة الأمريكية بأنها قادرة أنها تلعب دورا إقليميا فاعلا وأن الحوثيين يستطيعوا، طبعا قد يكون الحوثيين هم من كما يقال حتى الآن معلومات الاستخباراتية لم تتحدث بشكل واضح، لكن قد يأتي القصف من الحرس الثوري الإيراني، من الميليشيا، من أي جهة أخرى، لكن الذي يتبناها أحد أطراف الأول الوكلاء المحليين سواء في لبنان أو في العراق أو في اليمن أو في أي مكان، في إطار أن هذه الجماعات الموالية هي عبارة هي تندرج في الجغرافية الإيرانية. هكذا صرح حسن نصر الله في بدايات صعوده وقال نحن نطمح أن نكون لسنا يعني نتبع ولاية الفقيه بل نحن جزء من الجمهورية الإيرانية، وعدالك تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم جزء من الجمهورية الإيرانية وحزب الله وكذلك الميليشيات العراق. ومن هنا هم لم يتوقفوا، كان هناك تفاوض دولي، كان هناك إيران تبعث برسائل، كان لابد من امتصاص الضغط الحوثي لأن الحوثي يعني رمزيته وقوته انخفضت عندما تم إخراجه من المناطق الجنوبية، فأعطوا رسالة أخرى أمتدت المعركة. كانوا في السابق فقط يقصفون العمق السعودي بحيث يعطوا صورة للعالم أن الصراع هذا بين اليمن وبين السعودية، ولكن عندما اشتد الصراع أمتد نحو تهديد الملاحة الدولية، نحو إدخال طرف آخر، استعراض القوة، خلق نوع من الانتصار المعنوي والرمزي، وهذا يعني وهو لا. هدف ثنائي، هدف يخدم إيران وهدف يخدم الحوثيين أيضا باعتبارهم يواجهوا طيب. دول التحالف وهم ميليشيات يعني دول لم تستطيع هذه الدول خلال 7 سنوات من إضعافهم بل هم يواجهون طيب. وهم يمثلوا الدولة اليمنية. طيب سيد عادل الحسني، اليوم يعني بالنسبة لنا على الأقل بات المشهد ضبابيا في اليمن، من يسيطر على ماذا ومساحات هذه السيطرة، ولكن على كل حال هذا التقدم السريع الذي حققته قوات العمالقة مؤخرا ربما يشير إلى أنه كان بإمكان الإمارات أو التحالف الإماراتي السعودي أن يحسم هذا الصراع منذ زمن طويل، ولكن
هذا يطرح تساؤلا حول جدية التحالف السعودي الإماراتي في إقصاء الحوثي وإعادة اليمن موحدا دولة واحدة قوية. أنا أتذكر يا أستاذي الكريم في عام 2015 عندما كنا نحن وقوات التحالف في معارك المحافظات الجنوبية، تكلم الضابط الإماراتي وقال أننا سنتوقف في حدود ما قبل عام 90، يعني في محافظة أبين في منطقة مكيراس وفي منطقة كرش في محافظة لحج، وحددوا الأماكن التي سيتوقفوا فيها لولا أن يعني بعض المقاتلين وبعض القيادات في الجيش الوطني يعني مخالفين لهذا الأمر، وإلا كانت الخطة واضحة أن الرسوم حدود المعركة التي يريدها التحالف السعودي الإماراتي هو أن يهيمنوا على جنوب اليمن ويبقى الحوثي في شمال الوطن، وإنما الخلاف على أماكن النفط في مأرب، هم لا يريدون أيضا أن يمتلك نفط ولا أن يمتلك ميناء في الحديدة. أما من ناحية جنوب اليمن فهم يريدوا الهيمنة عليه، وبالفعل هم اليوم تستطيع أنك تقول أنهم بسطوا نفوذهم على جنوب اليمن من عدن إلى المهرة إلى حضرموت إلى شبوة إلى سقطرة إلى باب المندب إلى جزيرة ميون، كل هذه الأماكن الاستراتيجية والمهمة يعني هي بيد التحالف السعودي الإماراتي، والحوثي يسعى إلى موارد النفط في مأرب. هنا هي قصة الخلاف والصراع، وإلا أظن حتى جماعة الحوثي أنها رضيت كمرحلة أولى في هذا الوقت أن تكتفي بشمال الوطن لولا شحة الموارد، وهو يريد محافظة مأرب وأجزاء من شبوة التي هي مناطق النفط في عسيلان. لكن باعتقادي أن التحالف السعودي الإماراتي ومن وراءه الأمريكان والبريطانيين لن يسمحوا له بذلك. أشكرك جزيلا سيد عادل الحسني القيادي في المقاومة اليمنية، كنت معي عبر سكايب. كما أشكر دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي، كان معي عبر سكايب من أمستردام. أما أنتم مشاهدينا فانتظرونا بعد فاصل قصير.